معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. عير بمعنى عاد، والذنب المعصية أو ما يكون به الإثم، وقد يقال إنه أعم من ذلك، فيكون من عيره بذنب أو خلقة أو خلق لم يمت حتى يعمله جزاءً وفاقاً، أي أن هذا الذنب يدرك هذا المعير فإنه يدركه هذا الذنب حتى يعمله. لكن الحديث كما ترون يقولن إسناده منقطع، والذي إسناده منقطع يكون ضعيفاً، لأن من شرط صحة الحديث أن يكون متصل السند، وكذلك من شرط صحته من شرط كونه حسناً أن يكون متصل السند، فإذا كان منقطعاً فإنه يكون ضعيف من قسم الضعيف. لكن هل المعنى صحيح؟ قد يبتلى الإنسان بما عير به أخاه وقد لا يبتلى، والواقع ليس شاهداً لهذا ولا لهذا، لأن أحياناً يعير الإنسان أخاه بذنب أو بذنوب ثم لا يكون عليها، وأحياناً يبتلى بذنوب بدون تعيير. ومن أجل ذلك نقول الحمد لله أن الحديث لم يكن في مرتبة الصحة ولا في مرتبة الحسن، لكنه لا شك أن تعيير أخيه بذنب لا شك أنه عدوان له، عدوان عليه وإيذاء له، وقد توعد الله تعالى الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا